بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على بدر التمام ومسك الختام ومصباح الظلام محمد بن عبد الله خير الأنام، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي في هذه الأمسية المباركة لنتدارس سوياً بعض النقاط الاقتصادية التي من شأنها أن تأخذ بأيدينا إلى الأمان الاقتصادي والتخطيط السليم والمراحل الحية التي لا عبث فيها والتي من خلالها تستقر الأسرة المسلمة على درب الخير والصلاح. وربما يظن البعض أن الحديث عن الأمور الاقتصادية ليس من أمر المحاضرات والمساجد وغيرها من مرافق الإصلاح المنشود، ويزعم هؤلاء أن المسلم لا تعلق له بالحياة الدنيا لأن الله تعالى قد بغضها إلى قلبه، وأن نظرة المؤمن يجب أن تكون موجهة إلى الدار الآخرة. وهذا الأمر فيه بعض المغالطات عند الناس، لأن الاهتمام بأمر الاقتصاد هو من صميم تعاليم ديننا الحنيف، وأن الزهد في الدنيا لا يعني أن يترك المسلم الدنيا لغيره يلعب فيها بلقمة عيشه ويتلاعب فيها بماله، فيكون المسلم إمعة يسير وراء الدعاية والإعلان ويسير وراء القافلة التي تقودها القيم الاقتصادية المعاصرة إلى حمى معدية، إلى حمى مؤذية، وهي حمى الاستهلاك في زماننا المعاصر. ومن هنا نقول أن الزهد الذي ذكره الإسلام ونبه عليه ونوه له إنما هو أن ينزع المؤمن الدنيا من قلبه، وأن الدنيا إذا تعارضت مع أوامر الله ومع الدار الآخرة فإنه يقدم بذلك أمر الله والدار الآخرة. وهذا مأخوذ من خطاب المولى عز وجل لقارون
عندما قال له: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. فقدم له الدار الآخرة ثم ذكر له نصيب الدنيا. ولذلك فإن ترك أسباب الحياة وترك العمل وترك الاقتصاد وترك تنمية المال لدى الشباب المسلم ولدى الأسر المسلمة أمر في غاية الخطورة. فالمسلم يجب أن يكون قويا في اقتصاده كما هو قوي في إيمانه وعلاقته بالله عز وجل. والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله عز وجل من المؤمن الضعيف في كل ما يجب أن يتقوى به المؤمن من أسباب هذه الحياة. إذن نتفق في البداية على أن تتبع المسائل الاقتصادية وإصلاح أوضاع الأسرة في الجانب الاقتصادي مطلب شرعي، مطلب شرعي يدعو إليه الإسلام ويحث عليه. والتخطيط والنظام الأسري في الجانب الاقتصادي يحفظ للأسرة السلامة والتماسك والترابط، ويحفظ لها الأمن الاجتماعي والأخلاقي. وما تشكو منه بعض الأسر من تفكك ومن نزاع ومن خصام يعود الجانب الاقتصادي بنصيب الأسد من أسباب هذا الخصام وهذا النزاع. ربما البعض يخالف هذا التوجه ويقول: لو كان هؤلاء مؤمنين، لو كانوا مؤمنين بقضاء الله وقدره ومؤمنين بالرزق ومؤمنين بكذا لما تخاصموا ولو جاعوا ولو تقاسموا الخبزة. لكن لماذا نهرب من الواقع؟ لماذا نهرب من الواقع العملي الذي يعيشه الناس؟ نحن في زمن الرشد الاقتصادي أصبح بعيدا، والمدارس الاقتصادية القديمة التي كانت تنادي أن المستهلك عاقل ورشيد لم يعد في زماننا هذا، لم يعد المستهلك عاقلا ورشيدا أمام ما يلقى أمامه من كم هائل من الدعاية والإعلان ومختلف صنوف الفتن التي تحاول أن لا يستقر الريال في جيب إنسان، وكأنما تنادي الجميع أن يقولوا: لا يسكن الدرهم المسكوك سرتنا لكن يمر عليها وهو منطلق، فما يلبث أن يحط إلا ويهرب سريعا. علاقة موضوع المحاضرة بالإصلاح المنشود: أولا الأسرة. المسلم بعد أن يصلح نفسه وأن يصلح علاقته بالله عز وجل وأن يراجع كل أوضاعه، لا بد أن يكون للأسرة نصيب من إصلاحاته، ولا بد للأسرة أن تعلم من أحوال رب الأسرة أوضاعه الاقتصادية وما هو عليه من حال، لأن الجميع كما يقال في مركب واحد، فيجب أن يشعر الكل بما لهم وما عليهم في الجوانب الاقتصادية. لماذا يتركب في أذهان بعض الأسر أنه لا رخاء ولا سكون ولا ابتسامة إلا في الأيام الخصبة بالأمور المادية؟ لماذا يتركب في بعض الأسر أن ما تريده الأسرة من متطلباتها لسعادتها وهنائها وإصلاحها إنما يكون من بداية تاريخ 22 بالتاريخ الإفرنجي إلى
حوالي 10 أو 5 من بداية الشهر القادم. هذه هي الفترة الخصبة التي برمج الناس على أنها فترة الطمأنينة وفترة الحصول على متطلبات هذه الحياة. هذا معناه انعدام للتخطيط. عندما تكون الأسر أو أغلب الأسر تبرمج أفرادها على هذا التاريخ، معنى هذا أن ضياع التخطيط الاقتصادي هو السبب فيما تأتي من مشكلات بعد هذا التاريخ. فإذا لابد أن يضع رب الأسرة أسرته في يعني الصورة الحقيقية الاقتصادية الحقيقية لوضعه، حتى يعلم كل إنسان ما له وما عليه، وهذه أرزاق مشتركة بين أفراد الأسرة. أيضا يعتبر الجانب الاقتصادي من أهم عناصر الاستقرار الأسري، وهذه النقاط كلها مرتبطة. عندما يأتي الطالب إلى المدرسة ولا يجد مصروف للمدرسة، أو يريد شيء من أساسيات من الأشياء الضرورية ولا يجدها، إذن هناك خلل في منظومة الاقتصاد لهذه الأسرة، بالتالي تتخلخل هناك الجوانب الاقتصادية والجوانب الأخلاقية ربما بعد ذلك. وعندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، هذا ملمح لجانب اقتصادي. وعندما يشكو أحد أفراد الأسرة من خلل في هذا الجانب، فاحكم على كثير من اهتماماته بالضياع، سواء كانت علمية أو اجتماعية أو غيرها من الاهتمامات. والأسرة طبعا هي صمام أمان للمجتمع، فإذا كانت كل أسرة تعاني من هذا الخلل، معنى ذلك أن المجتمع بأسره محتاج إلى تخطيط اقتصادي، وبالتالي المشكلات التي يعاني منها المجتمع والتي سببها الجانب الاقتصادي تدفع الدولة أو تدفع منظومة المجتمع ضريبة باهظة بسبب الخلل والضياع في الجانب الاقتصادي. فإصلاح الجانب الاقتصادي للأسرة من أهم الأشياء التي يجب أن يسعى إليها المجتمع بأسره، وأن تتكاتف الأسر والبيوت والجيرة وغيرها. عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، قالوا من يا رسول الله؟ فقد خاب وخسر. قال من بات شبعان وجاره جائع. هذه بعض الأحاديث، وهناك الكثير، تدل أن منظومة المجتمع يجب أن تكون منظومة مترابطة في كل أمورها، لأن بترابط هذه المنظومة يصل المجتمع إلى حالة الاستقرار في كثير من أموره. المساهمة المطلوبة من الأفراد على كل المستويات تتطلب أن يكونوا مستقرين اقتصاديا. إذا كانت الأسرة عندها طالب جامعي، هذا الطالب الجامعي عندما يأوي إلى البيت يجد يعني صداما اقتصاديا على أمور ربما تكون من أسباب الحياة، كيف سوف يبدع في دراسته، كيف سيبدع في إنتاجه العلمي. أيضا قص على ذلك كل أفراد الأسرة على اختلاف وظائفهم واهتماماتهم في هذه الحياة. كلما أراد المجتمع مساهمة من أفراده علميا أو عمليا، يجب أن يكون الوضع الاقتصادي داخل الأسرة مستقر. أي خلل في هذه المنظومة، عندما يأتي الموظف إلى وظيفته ولا ينتج ولا يعمل ومضطرب، معنى هذا أن الخلل الاقتصادي الذي وقع فيه ليس بالهين، أفقد الدولة وأفقد المجتمع وأفقد الأمة بأسرها إنتاجا وطاقة مهدرة في هذا الجانب. طبعا هذا الكلام
يقدم لمن تواضعت اقتصادياته ليحسن الاستفادة من المتاح لديه وليحسن من وضعه وقدراته. دائما الإنسان المسلم فطن. صحيح أن الأرزاق قسمة من الله عز وجل، وفي السماء رزقكم وما توعدون، لكن ليس معنى هذا أن الإنسان ينام ويعمل بقاعدة أنفق ما في الجيب يأتيك ما في الغيب، الرزق على الله يوم بيوم. لا، الإسلام يريد من الإنسان أن ينظم نفسه وأن يخطط حياته. هذا الخطاب لمن تواضعت اقتصادياته، لا ليفتح فمه إلى السماء يا رب أريد ذهبا وفضة، ينتظر الكنز. ما تسمع من الزمن الأول بعض الناس تروح إلى مناطق نائية حتى تحفر، يقول لك ربما نجد هنا كنز، أو المقابر كما في بعض الدول العربية، ويتركون التخطيط ويتركون الإبداع ويتركون التجارة ويتركون الصناعة ويتركون كثير من أوجه الإبداع التي يستطيع الإنسان من خلالها أن يحصل على أفضل الفرص الاقتصادية المتاحة. هل نحن أمة الإسلام يعني خلقنا بحواس ناقصة؟ هل هؤلاء المبدعين، هل هؤلاء المبدعون الذين أبدعوا ووصلوا إلى مراحل اقتصادية متقدمة جاء ذلك من فراغ؟ لا، وإنما الأمر كان يواكبه تخطيط ويواكبه تحسين لأوضاع الإنسان. أيضا هناك من الناس من بسط الله عز وجل لهم الرزق وآتاهم من فضله، لكن إدارة المال أيضا تحتاج إلى فطنة وحكمة، لأن الله سبحانه وتعالى يسأل الجانبين، يسأل المسوف والمقصر لماذا قصر وسوف عن الكسب والعمل والاجتهاد، ويسأل أيضا لمن وضع في يده المال لماذا سوف وأدار اقتصادياته بسوء ولم يراعي حق الله سبحانه وتعالى فيها. وكم من إنسان سلب النعمة لأنه أساء التصرف وأساء التدبير، لأن الله عز وجل يريد من الإنسان أن يصل بماله إلى الكفاءة الحدية. كم أستطيع بهذا المال أن أحصل من منافع يحصل، سواء كان لنفسه، لمجتمعه، لأهله، لأسرته، لجيرانه، لأقاربه. وهنا يأتي تفعيل المال في المجتمع المسلم. لماذا أوجب الإسلام الزكاة ربع العشر 2.5%، حتى تكون هناك عملية دوران للمال في المجتمع؟ هذه ضريبة على المال المعطل في المجتمع. سرعة تداول النقود في المجتمع من شأنها أن تحرك الاقتصاد. إذا كان كل واحد عنده شيء من المال ويخزنه في رصيده أو في منزله، معناه عطل فرصا عظيمة عن المجتمع أن يستفيد منها. هذا المال ممكن أن يستثمر. لذلك عندما اختلف المفسرون في معنى الكنز والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، كان من ضمن الآراء أن الكنز هو المال المعطل غير المستثمر. طبعا هناك آراء أنه المال غير المزكى، مكتنز غير مزكى، وهناك من الآراء أنه المال المعطل عن الاستثمار. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر باستغلال المال وأمر باستثمار المال حتى لا تأكله الزكاة، حتى لا تأكله الزكاة. وهنا نظرة اقتصادية، أن مال المسلم أو المال في المجتمع يجب أن يخرج إلى المجتمع، لأن المسلم لو استثمر بنسبة 1% فإنه سوف يختصر 1% عن الزكاة، 2.5%. ما يظل كل سنة المال يفقد 2.5%، يفقد 2.5%.
طبعا أيضا هذا الحديث لمن يتطلع إلى حياة ووضع أفضل لمجتمعه. الحياة الأفضل نعم مطلوب من الإنسان أن يعيش حياة أفضل بالقرآن، أن يعيش حياة أفضل بالصلاة، أن يعيش حياة أفضل بالإيمان، أن يعيش حياة أفضل في كنف العبودية لله عز وجل، لكن الوسطية تقتضي أن لا يقبع المسلم في محراب العبادة ويترك الجانب الاقتصادي لغيره يتحكم في لقمة عيشه. الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن بنى أعمدة الإيمان من خلال مسجده صلى الله عليه وسلم في المدينة أمر أهل الإيمان أن يكون لهم سوق خاص عن أسواق اليهود حتى تكون استقلالية المسلم في لقمته كما هي استقلاله في محراب عبوديته لله عز وجل. ونعود فنقول أن ترك الدنيا وشهوات الدنيا وملذات الدنيا معناها إذا اختصم الهوى والعقل يوما فداع العقل أولى أن يجابى، إذا اختلبت الدنيا لب المسلم فأغرته بما فيها فهنا يقدم الدار الآخرة على شهوات هذه الحياة الدنيا. إذا كان في يديه المال والرزق فجاءه شياطين الإنس والجن أن يفسد بماله أو أن يهلك ماله في أمر لا يجوز، فهنا تأتي آية الزهد في أن ينزع الدنيا من قلبه ويقدم الدار الآخرة. ليس معنى هذا أن يترك الدنيا لأهل الدنيا، ليس معناها أن يترك رزقه ورزق عياله وتجارته وغيرها من الأمور في أيدي من لا يؤمن بالله واليوم الآخر. ولذلك وضع أهل الاقتصاد في الإسلام مفاتيح كبرى في يد الأمة المسلمة أن تتجه إلى الاستقلال الاقتصادي في مؤسساتها الكبرى. أيضا هذا الحديث يوضح للمسلم عظمة الإسلام في أنه يطلب من المسلم في كل أمور حياته ويدعو المسلم أن تكون حياته لله عز وجل، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وليس أمر الدرهم بعيدا في المساءلة عن السهو في الصلاة وعن تحية المسجد وعن قيام الليل وعن غيرها مما يسأل الله سبحانه وتعالى عنه عباده، كما جاء السؤال عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. لذلك عندما يأتي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي، هنا السؤال يأتي ما أي سائل يأتيك. بعضنا يشفق يشوف واحد طويل عريض قال لك يلا عاد أعطي ريال خلنا نتخلص منه، لا يجوز. هنا أنت وقعت في الإثم، يجيك واحد يعني شلني أنا والطاولة والكرسي هذه مع بعض وجاي على أساس أنه يطلب مال، قال لك عشان نتخلص منه هذا أعطي 100 بيسة ولا أعطي ريال. أنت الآن وقعت في إيش؟ وقعت في الإثم. لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي. ذي مرة سوي يعني القوي القادر على إيش؟ القادر على العمل. فلذلك عندما نتحدث عن الجوانب الاقتصادية نتحدث أيضا عن جوانب الثواب والعقاب. تفريطك في المال وهو نعمة أنت معاقب عليه، كما أن تفريطك في الصلاة أنت أيضا معاقب عليها. ولذلك يقول الله تعالى
يعني من في آخر الآية وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين، آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. هنا الإنفاق مما جعلكم مستخلفين فيه توضيح أنك يا إنسان لا تملك القيادة في هذا المال، ما تقول هذا بعرقي وبجهدي وبي 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 وبي. نعم أنت مطالب بهذه الأشياء، لكن الأمر رزق من الله سبحانه وتعالى ممن استخلفك، فهنا يجب أن تكون معد لميزانيتك وفق أمر الله سبحانه وتعالى، لأنه استخلفك في هذا إيش؟ في هذا المال. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. لماذا يشعر البعض بالعقد النفسية في جوانب اقتصادية؟ لأنه يمد عينيه في غير محلها. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. لما تشوف مرسيدس وتهيج أعصابك، أو تشوف بيت مميز وتهيج أعصابك، هذا هو يعني المرض النفسي الذي تسببه الحسبة الاقتصادية الخاطئة عندك. ربما في المجتمع معنا ربما حدة الأمر هذا أقل، لكن لو نذهب إلى بعض الدول المجاورة رأينا فيها العجب العجاب، لدرجة أن بعض الناس يكتب الآيات القرآنية والبسملة وبعض الأدعية على واجهات البيوت بخط كبير، خوفا من عيون الناس ومن شهقاتهم على رزق الله سبحانه وتعالى. يتعب الإنسان نفسه كثيرا عندما يغفل عن أن أرزاق هذه الحياة هي منة من الله سبحانه وتعالى يميز بها عباده ابتلاء لينظر أيشكر أم يكفر. فلماذا نتعب أنفسنا كثيرا بهذه الجوانب؟ لماذا يقض الإنسان مضجعه أحيانا على رقم سيارة، وأحيانا على باب، وأحيانا على أرض، وأحيانا على شجر، وأحيانا على وظيفة؟ هنا يأتي ميزان التخطيط والهدوء والسكينة. يطلب منك أن تكون في محلك مفكرا متطورا مسترشدا متنبها مخططا حتى تنتقل إلى الخطوة الأخرى. إذن جعلت القوامة في يد الرجل في ميزانية الأسرة المسلمة. لماذا؟ الشعور بالمسؤولية، الشعور بالمسؤولية يدفع به أن يحسب حسابا لكل شيء. ربما المرأة تنجر وراء العواطف، ربما أحيانا يكون تدبير النساء أكثر من تدبير الرجال، لكن بالميزان الاقتصادي المعاصر يجب أن يشترك الجميع في مسألة وضع الميزانية. لكن القوام بيد الرجل حتى يشعر بمسؤوليته ويخطط لها تخطيطا سليما. هذا معناه أن يبدأ بما ذكرناه في الحلقات الماضية بالهرم الاقتصادي، من حيث الأساسيات ثم الحاجيات ثم التحسينيات. يعني ما أحسن القوامة من كان نصف راتبه كل شهر للهواتف النقالة، ما أحسن القوامة من كان يذهب بأغلب ماله إلى محلات زينة السيارات. يعني أحيانا ربما تكون فواتير الكهرباء والهاتف 3 أشهر 4 أشهر غير مسددة، لكن صاحبنا شاف موديل جديد
لهاتف جديد واتجه إلي، هذا ما أحسن ماذا؟ ما أحسن القوامة. بالمقابل ربما يشح في الجوانب الاقتصادية عن إيش؟ عن أسرته. إذن هناك سلم أولويات يجب أن تمضي عليه، أن تمضي عليه الأسرة المسلمة. هنا أيضا لابد أن يكون في الحسبان أن الحياة تكتنفها الطوارئ وتكتنفها الملمات وتكتنفها أمور كثيرة، فإذا كان المسلم ينفق كل ما في يده، خطط إن أنا والله دخل 500 ريال، يعني في الشهر لازم أنفق 650 ريال، يعني سالب 150 ريال، هذا إيش؟ ادخار سلبي. لكن الميزانية يجب أن تكون الدخل ناقص الاستهلاك يساوي شيء من فضلة الدخل. لماذا؟ للادخار. الادخار توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول وادخر ليوم فقره وحاجته. النبي صلى الله عليه وسلم يدعونا لإيش؟ يدعونا للادخار تحسبا لحالات الطوارئ. أيضا لن تصل الأسرة المسلمة ولا الأمة إلى أوج الرفاه الاقتصادي إن لم تعمل بمبدأ الادخار، لأن الادخار معناه ماذا؟ معناه الاستثمار. لكن إذا كل ما يأتي يصرف لا يوجد ادخار، إذن لا يوجد بالمقابل إيش؟ لا يوجد استثمار. إذن كيف ستحسن الأسرة من أوضاعها الاقتصادية إذا لم يكن معها فضلة الادخار من أجل التطلع إلى رفع المستوى الاقتصادي إلى الأفضل؟ إذا كان نحن في مسألة الإنفاق وهي التجارة مع الله سبحانه وتعالى التي أمرنا بها الإسلام، نؤمر أن ننقل المنفق عليهم من وضع اقتصادي أو من وضع رفاه متدني إلى وضع رفاه أفضل. بمعنى أنت تشوف الآن في الإعلانات الإنفاق، يجيبوا لك طفل ممزق الثياب، يجيبوا لك مجتمع يعني حالته في السكن ضعيفة ومتهدمة، يجيبوا لك مناظر يعني متدنية اقتصاديا، قال لك أنفق. هذه النظرة إلى الإنفاق هي نظرة غربية مادية بحتة، لأن أساطين الفكر الاقتصادي الغربي يقولون يجب أن نوصل الناس إلى حد الكفاف، يعني إلى الحد اللي هم لا يموتوا يعيشوا بس. بينما النظرة الإسلامية يجب أن يصل الناس إلى حد الكفاية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير الصدقة ما أورثت غنى. معنى هذا الكلام أن الزكاة والإنفاق على المحتاجين يجب أن ينقلهم من وضع اقتصادي متدني إلى وضع اقتصادي أفضل. يعني واحد عليه زكاة 100 ريال في أمواله، أيهما أفضل؟ يقسمها على الفقراء 100 بيسة 100 بيسة 100 بيسة لين يخلص 100 ريال اللي فيها الزكاة، ولا يروح إلى أسرة محتاجة ويعطيها لتشتري أساسيات الحياة؟ ما عندهم غسالة، ما عندهم مكيف، ما عندهم أرز، ما عندهم كثير من أساسيات الحياة، أيهما أفضل؟ هذا 100 بيسة تعطى الأولاد بالونة ولا حلاوة ولا شبس ولا كذا وراحت. بينما هنا أنت ستنقل بها أسرة من وضع اقتصادي متدني لترفع درجة الرفاه، بدل ما تكون مثلا ربة المنزل كل يوم تغسل وتتعب واوا بيديها، أنت الآن سترفع معنوياتها بأن تغسل بماذا؟ تغسل بغسالة. إذا أنت حركتها من مستوى رفاه متدني إلى مستوى رفاه أعلى. ما يريده الإسلام من الإنفاق أن يرفع مستوى المجتمع بأسره من مستويات متدنية إلى مستوى أعلى.
ولذلك هنا يأتي دور الادخار، إنه إذا كانت الأسرة مدخرة معناها فرصة كبيرة إلى الاستثمار، معناها فرصة أكبر لرفع الميزانية، معناها بالمقابل أيضا فرصة أكبر لتحسين أوضاع المجتمع، إذا قلنا بأن الأسرة هي جزء من المجتمع تسعى لإصلاح هذا المجتمع. تجربة الخليفة عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه هي التي أبانت قيمة التخطيط الاقتصادي في المجتمع، أنه لا يبقى في المجتمع من هم تحت خط الفقر، وهذا منبعه الأسرة. ولذلك لما قال أقربون أولى بالمعروف، إيش السر؟ أنه نجد أسر في قمة الرفاه الاقتصادي بينما نفس الأسر في أدنى مستويات الرفاه الاقتصادي. هنا المعادلة الضائعة الغائبة، أن أصحاب المال غابت عنهم فلسفة أن الإنفاق معناه تحسين مستوى الرفاه للمجتمع المسلم. وأنا أدلكم على بحث مهم جدا للدكتور مسلم والدكتور مصطفى الزرقاء أو أنس الزرقاء، وهو من أساطين الاقتصاد الإسلامي، ألف دالة اسمها دالة الرفاه الاقتصادي والاجتماعي، تجدونها على النت موجودة، دالة الرفاه الاقتصادي. أوضح فيها الخطوط الحمراء التي إذا تجاوزها المسلم وصل إلى حد الإثم. وطبعا هذا المعادلة وهذه الدالة التي وضعها لم يسبق إليها من قبل، وهذه مهمة لكل مسلم، إنه لا يغرق في الكماليات ولا يغرق في توافه هذه الحياة بينما غيره لا يجد الفتات من القوت. هناك بعض المقومات لاقتصاد البيت المسلم، منها الالتزام بوصية النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ذكرناه، أن لا ينظر الإنسان إلى من هو أعلى منه، وأن يكون كسبه حلال. أنا أريد أن أسرع حتى نصل إلى بعض النقاط المهمة، لأنه هذه المواضيع الاقتصادية طويلة جدا وهي تراكمية، يؤسس الإنسان من خلالها ثقافة اقتصادية في جوانب حياته. لكن ما أود التنبيه معه في كل هذه النقاط أنها تحتاج إلى تخطيط، تحتاج إلى إعداد، تحتاج إلى متابعة، تحتاج إلى يعني يكتب الإنسان كل شيء ويراعي كل شيء في الجوانب الاقتصادية. يعني ما يصل الإنسان إلى العز الاقتصادي بالبعثرة. يعني نشرت إحدى الصحف عن دكتورة أجنبية في بلد عربي مسلم أرادت السفر، فوضعت إعلان في الجريدة، وضعت إعلان في الجريدة تريد بيع ما أعرف كم رغيف خبز، كم تفاحة، كم كذا كم كذا، كم قلم، كم ورقة. قل بعد إيش هذا، إيش هذا الشيء التافه، يعني كيف تبيع هذه الأشياء؟ هنا تأتي الثقافة، إنه لما نشتري حاجتنا، وإذا استغنينا نتخلص عما في أيدينا أيضا بطريقة اقتصادية. اليوم الوضع بخلاف هذا، دائما نقول إنه في يعني ما صدقت الناس إنه فتحت مولات كبيرة، محلات كبرى، عشان تكون المرأة تجر عربة والرجال يجر عربة، كل واحد يرمي كل واحد يرمي كل واحد يرمي، تخرج الأسرة بشراء هائل، في النهاية مصير هذا في أغلبه إلى ماذا؟ إلى يعني براميل القمامة للأسف. هذا هو ضياع التخطيط الاقتصادي، بينما تجد يعني الرجل الأوروبي يأخذ من كل شيء بقدر حاجته. أجي واحد يقول لك لا، احنا الكرم العربي، احنا أسر كريمة، وجونا ضيوف وجونا كذا، لا بد نشتري هذه الكميات، وكأن صاحبنا هذا
ما ينام ويقوم إلا على الضيوف، يعني فاتح مضافة 24 ساعة. هذه من الأشياء التي ربما، نعم نحن عندنا البعد الأخروي في أننا ننفق وأننا نعزم وأننا كذا كذا من أجل الأجر والثواب، لكن أيضا كل هذه الأشياء يجب أن تكون بماذا؟ يجب أن تكون بميزان مدروس، يجب أن تكون بميزان مدروس. الأسرة بأسرها يجب أن تتربى على شيء من الاقتصاديات. أبنائنا يجب أن نعلمهم قيمة الريال، قيمة ففي الأشياء الكمالية يجب هم أن يحصدوا أموالهم. بعض الأسر أي شيء يريد الطفل هذا تفضل مباشرة. ليش؟ ليس هناك أنا ما أعز أموالي على أولادي، يلا أولاد هذا السوق بتبيو تشتريو، لا، أنت الآن تربيهم على الاتكالية، هذا لفي المستقبل إذا تربوا على عدم الحساب وعدم التخطيط وعدم يعني ولا مبالاة في الشراء، سيأتيهم زمان لا يجدون لا القرش الأبيض ولا الأحمر ولا الأصفر، واليوم يكون ربما كله أسود. وهذه نقطة في غاية الأهمية، أنت عندما تحاسب وتعلمه الحساب وتعلمه قيمة المال، تربي فيه عزيمة المسلم نحو القوة والعزة الاقتصادية، لأن هذا إذا نشأ على أن كل ما يريده أمامه فإنه سيكون في المستقبل عالة على المجتمع بأسره، مش على أسرته بس، على المجتمع بأسره. إذن أيضا يعلم واجباته تجاه المجتمع، يكون شيء حصالة في المنزل، يا أولادي هذه حصالة الزكاة، أو هذه حصالة الصدقة، أو هذه حصالة كفالة الأيتام، أو هذه حصالة كذا، حتى تصفي روحه من الداخل من أجل أن يشعر بمجتمعه. أنت الآن ما تهمك المئة بيسة بيحطها والخمسين بيسة، يمكن كلها إذا جت في السنة كلها ما يجي ستة ريال سبعة ريال، يعني ما لها مردود اقتصادي كبير، لكن لها مردود تربوي عظيم. أنك تربي أبنائك على الحساب، تربي أبنائك على البذل، على العطاء، أمور تربوية كثيرة ضمن هذه الأشياء البسيطة، حصالة بنص ريال بريال لكنها تصنع رجال. يعني هناك أمثلة كثيرة، إخراج مصروفة اليوم واحد من أجل دعم مشروع معين، من أجل دعم قضية معينة، من أجل كذا، يعني هناك طبعا أشياء اقتصادية كثيرة جدا، كيف تمارس تقنية التخطيط العائلي، كيف تشتري غذائك، كيف تأخذ قرار الاستدانة، كيف تدخر، كيف تأخذ قرار مالي، كيف تربي. احنا خلونا نجيب مثال قبل أن ندخل في هذه الأشياء لأن الوقت يداهمنا، يعني تقريبا الوقت خلص، ولعلنا نقف فترة الامتحانات هذه لنباشر بعد الامتحانات السلسلة هذه بيعني موضوعات تكون تمس الواقع. لكن انظروا إلى تخطيطنا الآن، إيش هو الواقع عند الناس في قضية تخطيط القرارات الاقتصادية؟ واحد يبي يزوج واحد من أولاده، أو شخص يبي يتزوج، القرار إيش إذا ما عنده؟ إنه يروح يستدين، يتسلف، صح ولا لا؟ من أصدقائه، من أقاربه، من كذا من كذا من كذا، من أشياء، من جهات مختلفة. محتاج إلى 7000، يروح يجيب 7000 ويدفع قسط في الشهر يمكن 80 أو 100 ريال لمن استدان منه، الشخص الذي استدان منه. طب احنا ليش ما نعكس التخطيط؟ ليش ما يكون عند رب الأسرة، والله أنا عندي أولاد الآن صف ثالث ثانوي، يعني محتاج 4 سنوات جامعة، احتمال سنة ثالثة أزوجه، خليني أسوي حصالة أدخر كل شهر 100 ريال. إذن 100 ريال في 4 سنوات، هذه 4800 ريال تقريبا، ما كذاك؟ بمعنى سيجمع مبلغ من أجل إيش؟ من أجل الإنفاق على المشروع الذي يريده، بمعنى إنه قلب المعادلة أفضل، قلب المعادلة أفضل. ليش أنا أتجرع غصص الدين والهم؟ حاصل إن الناس الآن تعمل ماذا؟ تعمل العكس، والمعادلة
الأفضل إنه أنا يكون عندي بعد نظر، عارف إيش متطلبات الاقتصادية، الظروف الطارئة هذه لها أحكام خاصة، لكن أنا عندي مشروع، عندي باغ أزوج ولد أو عندي باغ كذا أو شخص ما يتزوج. إذا من البداية إحنا اليوم لا، مجرد ما قال آية رسالة تعيين وراتبك خلاص بينزل فرلاك مباشرة إلى وكالة السيارات يطلع على مكسيمة. كيف أنا ما أطلع مكسيمة؟ فراتب 400 ريال 250 ريال أقساط، بقي لك كم؟ بقي لك 150 ريال تقريبا. يعني من البداية بادنها على إيش؟ على تخطيط مقلوب. طب يا أخي خذ لك يعني شيء متواضع تمشيه بنفسك إذا أنت مضطر، وفي النهاية سوف تصل إلى ما تريد. هذه كل أبجديات، يعني احنا نعطيها الطلاب حتى من الآن، طلاب الجامعة، لكن التطبيق هو المحك الأساسي الذي يجب أن ينشره كل من يريد الإصلاح الاقتصادي. إذن نعود إلى التخطيط العائلي، تنظيم للذات وللفكر بشكل منطقي، وطبعا يساعد الأسرة في الوصول إلى أهدافها بطرق سليمة، يشجع على قيام حوار متبادل فيما بينهم. التخطيط أيضا يسمح للأسرة بالتعامل مع مستجدات تحدث في نطاق العائلة، يعطي التخطيط الأبناء نوعا من الثقة بالنفس. ليش؟ لأنه لما تكون الأشياء الاقتصادية هذه هلامية ما معروفة، لا عارفين كم دخلنا ولا عارفين كم ما ننفق ولا عارفين إيش الدخل ولا عارفين إيش محتاجين، معناها إيش؟ إنه تشتيت الوضع الاقتصادي معناه تشتيت لكل إيش أوضاع الأسرة. أيضا التخطيط مهم لأنه يعني يرتبط بأولويات العائلة وقضاياها المصيرية ومتطلباتها القادمة. وجود التخطيط وتوجيه الأولاد منذ الصغر نحو أهداف وغايات نبيلة يساعدهم في تجنب الوقوع في الخطأ في المستقبل، يساعد على الوئام والتلاؤم، يشعر الإنسان بقدر كبير من الإطمئنان والأمل في التعامل مع المشكلات من حوله. غياب التخطيط لا يسهل مهمة العائلة في الحياة ولا يساعدها على الوصول إلى غاياتها وأهدافها وأحلامها. يعني ربما البعض يقول إن والله غاياتها وأهدافها وأحلامها إن تكون جونية العيش متروسة، وإن يكون معلبات مترس المطبخ، وإن يكون الغاز مليان، وإن يكون فواتير مدفوعة. لا، إذن وين جوانب الإبداع؟ وين الاستفادة من كل طاقات الأسرة؟ وين أشياء كثيرة يجب أن تنشدها الأسرة، لكن الجانب الاقتصادي جانب مهم لتطوير كل الجوانب الأخرى التي يريدها الإنسان. أيضا عدم التخطيط يربك الأسرة في كثير من أمورها. من الدراسات التي أعدتها إحدى الجامعات بوستن على عدة أشخاص أغنياء ويملكون ثروات ضخمة، تبين من خلالها أن 80% ممن يملكون الثروة يكون مرد الأموال لديهم عائدا إلى الحماسة للهدف الذي يرغب صاحبه في أن يحققه والتخطيط للوصول إلى الهدف. يعني بمعنى ما في استقرار اقتصادي ولا في رفاه اقتصادي ولا في عز اقتصادي إلا إذا كان إيش؟ إذا كان هناك تخطيط. طبعا الخطط على مدى سنة، على مدى 5 سنوات، على مدى 25 سنة، لكن لابد من التخطيط. نقف عند هذا الحد، وإن شاء الله نتابع في جلسات قادمة بإذن الله تعالى بعض الموضوعات التي نختارها من ضمن هذه الموضوعات، حتى إن شاء الله نحسن من جوانب التخطيط الاقتصادي لأسرنا، ويطمئن الإنسان على أموره المالية بشكل منظم وبشكل يعني مرتب وبشكل منسق، ليرتقي في جوانبه الاقتصادية من الى الأحسن. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.